تام يستمعون إليك، وأشكرك. إلى جماهير شعبنا الليبي المكافحة، إن الأرض الليبية ملك لكم من أجداد أجدادكم، والذين يحاولون انتزاعها منكم الآن هم الدخلاء، هم المرتزقة، هم الكلاب الضالة، هم الزنادقة، هم الأجانب المقيمين في ليبيا منذ زمن يحاول انتزاع أرض الأجداد منكم، ولكن هذا مستحيل. نحن لن نترك أرض الأجداد، هم اللي كانوا أهلهم جواسيس مع الطليان، عملاء الطليان، تو الآن هم عملاء لفرنسا وجواسيس لفرنسا ولبريطانيا، نفس الأحفاد ونفس الابناء يتبع طريقة آبائهم وأجدادهم، طريقة الخزي والعار والخيانة، كل هذه الجراثيم وهذه الجرذان وهذه العصابات المسخة هذه كلها حثالات من أجدادهم. هذوما كل واحد منهم هو سليل الخيانة والنغالة، لأنهم ما همش منكم، ما همش ليبيين أصلا. أسألوا على أي واحد الآن منضم لحلف الأطلسي ومع فرنسا الآن وفي بريطانيا، وهي تقصف الشعب الليبي والأرض الليبية وتدمر البنية التحتية، تقتل الأطفال. أسروا عليه تلاقوا جد خاين، أبوه خاين، سليل الخيانة، معقولة شرذمة وسخة من جد جدها بالتحكم في الأرض الليبية أو في مصير الشعب الليبي؟ مستحيل. وبعدين كل ما يضايقوا ويحسوا أن الشعب الليبي يستعد للانقضاض عليهم ويصعد من المقاومة وأن الشعب الليبي يرفضهم، يلتجوا لأبواق الخزي والنلالة، لإذاعات العربية، إذاعات حمير الخليج، ويقولوا لها بسرعة اسعفينا اسعفينا، أعملي أي إشاعة، أعملي أي كذوبة، بسرعة انقذونا، رانا نحس أن الأرض تهتز تحت أقدامنا، رأي الجماهير حسها تزحف نحونا، رانا بنفقد المواقع التي وصلنا إليها، بسرعة اسعفينا بإشاعة بكذوبة دمر الروح المعنوية لهذه الجماهير، لهؤلاء المقاتلين الثوريين ابناء الفاتح، ابناء القبائل الشريفة العظيمة، تروح هذه الأبواق الخسيسة تصعفهم بكذوبة بسرعة قبل لا تبدأ المقاومة. قالوا لهم قولوا 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 مشي لفنزويلا، قولوا قذافي مشي لفنزويلا، زين طلعت كذوبة، قولوا مشي مش عارف من، طلعت كذوبة. إذا ما بنكذبوا كل يوم بيفتشوا الكذب واحنا نروح نردوا عليهم، بدك طول اليوم احنا نرد غير على الكذب بتاعهم، تو ضايق وما عارف شو، قالوا مشي للنيجر باش يفتوا في عضلكم، باش يهنوا عزيمتكم، باش يأثروا على روحكم المعنوية. وهذا الدليل على أنهم حسوا بأن روحكم المعنوية عالية قوية، وأنكم الشباب مستعدين في طرابلس وفي كل مكان لتصعيد هجمات على الجرذان والقضاء المرتزقة، تافهين اللي زي حزمة الكرناف ولا واحد منهم متفق مع الآخر، وسيادهم سيتخلوا عنهم قريبا، حتى قنابل ما عاد عندهم، طائراتهم حتى قنابل ما عاد عندها، يفتكروا ان الناتو بيقعدين في السماء، الناتو سيرجع مهزوم، مهزوم غصبا عنه، لان حتى امكانيات الماديه ما عاد تسمح لانه هو يستمر في القصف، وبالتالي هم يحسوا بانه يقعدوا في الميدان بروحهم، ستنقض عليهم الجماهير، يعدوا يجروا لابواق الخزي والنذاله بتاعت الحمير، ويقولوا لهم اسعفونا بسرعه، جيبوا لنا كذوبه، جيبوا لنا اشاعه، جيبوا لنا دعايه، يقولوا الكذاب ايش صار لنا، ما صار له، مشي ما مشي، حصل له حصل له، انجرح ما انجرح، مات ما مات، طلع لكذا، طلع لكذا، سيف الرسالة حصل لكذا، فلان حصل لكذا. هذا يدل على ان هم مضايقين وحاسين بان سيادهم بيتخلوا عنهم، وحسوا ان هم بيولوا على بعضهم، وان هم فقدوا كل شيء، وان هم مرفوضين اصلا من الشعب الليبي. الشعب الليبي في المسيرات المليونيه وضح موقفه للعالم، وهذه المسيرات المليونيه اصحابها قاعدين الان في بيوتهم وفي الشوارع وفي المدن وفي القرى وفي الواحات، يعرفوا ان هذا الشعب يرفضهم، وتورطوا، ما عاش قدامهم الا الحرب النفسيه والكذب والدعايه ومحاوله التاثير عليكم. ما تاثر فيكم هذه الاكاذيب، هذه يجعلكم انتم تستهزوا بهذا العدو الضعيف والحقير. من هو العدو اللي امامكم؟ كمشي من الخونة والعملاء والمخبولين والزنادقة اللي خارجين عن الدين، ملتمين مع بعضهم بدون ما في حاجة تجمعهم إلا أن هم يبغوا يخربوا البلاد بس، حتى برنامج اقتصادي أو سياسي ما عندهم، بيخربوا البلاد. تخريب نهب، شفتوهم لما خشت العصابات في طرابلس شو دار النهب، هذا هو الهدف، نهبوا البيوت، خذوا الذهب بتاع النسوان، خشوا البيوت، خشوا، كان واحد عنده فلوس، كان عنده ذهب، كان عنده سيارة، وكل واحد هرب لبلاده وعد لي قبيصه وعد لي عائلته، جايب غنيمه ولوح سلاحه وقال له هذا الهدف اللي جاي من اجله. شوف هذا عدو، هذا الشعب الليبي يترك مجده عظيم اللي تبواه بعد الثوره، ويترك ثروته، ويترك ارضه، ارض الاجداد، معقوله يتركها لعدو تافه
متكون من حثلات من هؤلاء محميين من الصليبيين اللي بدوا الآن يعيدوا النظر في الخطة اللي ورطتهم والأكاذيب اللي ورطتهم، وبدوا الآن يعيدوا في حساباتهم ويتراجعوا، سيتركوهم في الميدان لوحدهم، ولهذا يلتجوا هم لشيء يؤثر فيكم أنتم، في نفسيتكم، في روحكم المعنوية. آخر شيء قالوا والله قذافي شفنا الرتل تاع ماشي خاش النيجر، تو النيجر كم رتل ماشي وداخل وطالع وداخل وطالع ارتال ماشي من المهربين لعند البضايع لعند الناس اللي جاي لعند الناس اللي خاش السودان، نفس الشيء ارتال ماشي جاي يتشاهد المالي من الجزائر، هي ارتال خاش الصحراء ليست أول مرة، ارتال تخش ولا تطلع، كأن أول رتل الآن خاش النيجر. انتبهوا كويس، تبوا خلوا عزيمتكم قوية، هالزيف وهالبهتان يجب أن يسحق. الله أكبر، إلى الأمام، الله أكبر. طبعا نحن